هلا راح يتغير عندي اللود هون، راح يزيد اللود من 15 هورس باور ل 30 هورس باور، مضبوط؟ لما يزيد اللود عندي راح تزيد الباور الكليه، مش هيك؟ ليش راح تصير هلا الباور توتال؟ راح تصير عندي هون يعني راح نحسب نفس الحسابات الاوليه نفس الحساب، بس هو في شيء في هلا ما تغير عندي اي اي، مش هيك؟ شو راح يتغير عندي هلا؟ بس الكرنت راح يتغير عندي الكرنت، مش هيك؟ وزاوية اي اي راح تتغير وزاوية فيت راح تتغير. اذا قديش هلا بصير عندي التوتال؟ 24 بوينت 8 8 8 8 اوكي. اذا تغير عندي هلا الباور من هون، تغيرت عندي الباور من هون، لاحظوا انه في 5 كونستنت، خلينا نطلع هون على هاي اكس اس كونستنت، في 5 كونستنت، اي اي كونستنت، شو راح يتغير عندي؟ ساين دلتا. دلتا كانت بالاول قديش قبل شوي؟ 12.4، خلينا نشوف هلا الدلتا الجديده شو راح يصير. اذا راح يصير عندي هلا الباور الجديده 24880 واط بتساوي 3 مضروبة في اي اي، قديش اي اي؟ 255.2 في 5 208 ساين دلتا 2 اللي هي دلتا الجديده على اكس اس اللي هي 2.5، مضبوط؟ اذا دلتا بتصير عندي او ساين دلتا بتصير دلتا مباشره بتصير، اذا دلتا 2 بتصير 23 درجه، في كسور ل 23 23. اذا شو صار بي اي؟ اي اي كانت على 12.3 اظن كانت متحركه هلا ل 23 بظن ما تغيروها. فلو نرسم هلا الفيزر دايجرام هذه رح تضلها 208 فولت اللي هي في 5. الزاويه الاصليه تبعت اي اي كان تقريبا طول اي هون كانت هاي 12.4، هلا رح يضل اي اي نفس الطول. يمكن الزاويه كبيره انا ما رسمها، هاي رح تصير 23 درجه. اي اي ما راح يتغير طول لانه ما غيرنا عندنا الاكسايتيشن، فصارت عندي دلتا الجديده الان 23 درجه. مين راح يتغير كمان بالتغير هذا زي ما شفنا قبل شوي؟ اي اي الماجنتيود ولا الانجل؟ الاثنين. اذا اي اي اللي كان موجود عندي بالاول اللي هو تقريبا اذا بدي احاول ارسمه هون كانت الزاويه قديش 37، فكان اي اي الاول اي اي 1 زاويته هون كانت 37 ليدنج. هلا رح نشوف انه بضل ليدنج ولا بصير لاجنج ولا بصير ريزيستف، رح نشوف هلا التغير عندي. كيف بدي احسبه؟ بدي احسبه من الفيزر دايجرام، كمان بحسبه من المعادله هاي الموجوده هون. هلا اي اي انا عارف اي اي الجديده بزاويتها بتساوي بي 5 ماينس جي اي اي اكس اس. اكس اس اللي معروفه، جي طبعا خاطئ 90 درجه، بي 5 معروفه واي اي معروفه. إذا رح يصير عندي هلا 255.2 ايش لازم احط؟ الزاوية، الزاوية ماينس ولا بلس؟ بلس ماينس لأنها تحتها وعم نلف احنا بهذا الاتجاه، إذا هاي ناقص 23 شو بتساوي؟ بتساوي 208 على 0 ديجريز ماينس جي اي اي ما بعرفها هي بدي اطلعها واكس اس عندي هون 2.5 واي اي اي هلا بتطلع هي بزاويه زاويتها. اذا هلا هون عندي هذا مش مبين لازم اصير اشياء نحرك هلا هون عشان يضل نشوفها هناك. هلا اذا هون انا راح اكمل هاي بفيزر دايجرام، صارت عندي هلا هاي الماينس بقدر اقول جي اي اي جي اي اي 2.5 تساوي راح انقل هذه هناك تصير عندي 208 على 0 ديجريز ناقص 255 على ناقص 23 ديجريز. هلا طبعا هذه الجي راح تعطيني زاويه 90 درجه، هون عندي هاي 2.5 اي اي تساوي 208. هلا هذول انا محللهم هون مضبوط. اذا هون راح نحط الارقام مباشره، عندي هاي 208 على 0 ديجريز ناقص 234.91 زائد جي 99.714، هاي كلها مقسومه على جي انا ماخذ هون جي 2.5 فهاي هون هاي اخذنا يعني قسمنا على جي 2.5 مباشره فجي راح تعطيني 90 درجه. هاي بصير عندي ناقص 26.91 زائد جي 99.714 على
J 2.5 وبتطلع معي الزاوية النهائية هون أو الحساب النهائي 103.3 على 105 على 2.5 على 90 الـ J1 أعطاني 90 فبتطلع هاي هي 41.32 على 15 هذه IA2 نعم صحيح IA2 هذه اي اي 2 اذا شو بنستنتج على اللود الجديد ايش صارت الزاويه تبعت اي اي طلعت ليدي مش هيك مظبوط اذا اختلفت من 37 درجه نزلت زادت طول طبعا تبعها ايش كانت اي اي قبل شوي 23 كانت حوالي 23 او 23 امبير زادت طولها ل 41.32 والزاويه تبعتها نزلت من 37 ل 15 فبتكون اي اي الجديده تقريبا صارت هون 27 كانت، إذا كانت الأول طولها 27 الماجنتيود، صار الآن طول 41، الزاوية نزلت من 37 وصارت الآن 15. إذا نزلت أكثر من نصف. نعم، بالماجنتيود. وراح تكون تحركت إي إي، هلا طبعاً هي تحركت هون، فهي صارت عبارة عن هاي الجديدة مطلوبة في 2.5 حتى تعطيني هون الإسباب. طبعاً لو زدنا اللود كمان راح يزداد عندي راح تزيد عندي الزاويه دلتا وراح يتحول لود من ليدنج لريزستيف بعدين لاجنج.